جبل أكسات، أماكن جميلة ما شاء الله، إطلالات رائعة. الله الله الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، الموقع قريب جدا، تقريبا نصف ساعة من طرابزون، ويأخذ على إطلال على جبال حيدر نبي. وأجواء اليوم ما شاء الله تبارك الله، الجلسات مجانية، ويوجد عدد من الجلسات ما شاء الله، كل 50 متر جلسة. وأيضا بها خدمة الماء، هذه خدمات الماء ما شاء الله تبارك الله جاهزة. طبعا هذه سيارتنا، وهذا سواقنا أبو عفيف الشيخ غانم، ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، العزبة والشغل والإطلالات والجمال ما شاء الله تبارك. ما شاء الله المطر يهطل الآن. الله الله.